بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما بالله صدقت يا رب العالمين. سبحان الله ما شاء الله.